افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط منتدى الخليج الثالث للسلامة بهدف إيجاد حلول مناسبة لتحسين السلامة في جميع القطاعات بشكل عام والصناعية بشكل خاص، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث، منوها معاليه إلى أهمية وضع موضوع السلامة من أولويات الشركات والعمل على تدريب العمالة البشرية بطرق مبتكرة ومهنية لتكون قادرة على احتواء مختلف الحوادث، ما يساهم بلا شك في تقليل الخسائر ومضيعة الوقت. وأضاف معالي وزير النفط أن مملكة البحرين تقوم بمشاريع نفطية مهمة من أجل تحسين الاقتصاد الوطني، حيث تحتاج هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة إلى كوادر بشرية واعية ومثقفة في مجال الصحة والسلامة من أجل تشغيل هذه المصانع بأمان وكفاءة عالية، مؤكدا على حرص الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز على مراجعة جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة بشكل مستمر وتحقيق الإنجازات في هذا المجال. وثمن معاليه عاليا تلك الجهود المبذولة من جميع العاملين والمقاولين في شركة نفط البحرين بابكو بتحقيق أكثر من 20 مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث مضيعة للوقت، الذي يعتبر إنجازا كبيرا جاء بفضل الالتزام المتواصل بتطبيق إجراءات وسياسات وأنظمة السلامة المعمول بها في الشركة. كما تمكنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك من تحقيق أكثر من 30 مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث مضيعة للوقت، الأمر الذي يؤكد على جدية الشركات النفطية في تطبيق أعلى معايير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة. البحرين يمر بطفرة صناعية في الوقت الحاضر، لقد يعني انتهينا من عدد المشاريع الكبيرة، وإحنا يعني في خضم أكبر مشروع في تاريخ البحرين اللي هو مشروع توسعة مصفات نفط البحرين بابكو. فالموضوع البيئة والصحة والسلامة يأخذ الحيز الأكبر في هذا المجال، ومثل هالمشاريع طبعا ومثل هالمؤتمرات هذه اللي أثبتت البحرين قدرتها على تنظيمها، حيث هناك تبادل خبرات وتبادل أفضل الممارسات تأتي في وقت مناسب جدا. فنحمد الله يعني أن البحرين يعني تعيش في مثل ما قلنا في طفرة صناعية، ومعدلات السلامة والصحة وكذلك التميز التشغيلي واللي هو يعتمد على الاعتمادية وكفاءة المصافي، واللي الحمد لله يعني مصافي البحرين أو نقدر نقول الصناعة في البحرين بصفة عامة نتيجة للقوانين يعني تحظى على مستويات عالمية. نظرة السلامة في القطاع الصناعي خصوصا في قطاع الألمنيوم أو قطاع النفط والغاز جدا مهم، احنا نعتبره هو جزء من استمرارية العملية الصناعية. فإحنا بإمكاننا بالمشاركة بهاي المؤتمرات بإمكاننا نأخذ خبرات نطور عملية تحسين السلامة في القطاع الصناعي، خصوصا طبعا عندنا في شركة ألمنيوم بحرين ألبا.